يتم ترويجها عبر صفحات جزائرية. هذه حقيقة صورة ملك المغرب عند حائط المبكى. حصدت صورة مركبة لملك المغرب محمد السادس عند حائط المبكى أقدس أماكن الصلاة لليهود برفقة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بآلاف المشاركات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا على الصفحات الجزائرية بحسب ما تقول خدمة تقصي الحقائق في وكالة فرانس بريس. ودع المستخدمون الذين نشروا الصورة أنها للملك المغرب إلى جانب نتنياهو إلى أن الإدعاء غير صحيح والصورة مركبة. وظهرت الصورة التي حصدت آلاف المشاركات على فيسبوك تزامنا مع زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني كانتز إلى المغرب قبل أيام بعد عام على إبرام اتفاق تطبيع بين البلدين في إطار اتفاقات إبراهيم. وتأتي هذه الزيارة الأولى في نوعها بوقت تعيش فيه الرباط والجزائر توترا حول الصحراء المغربية.